عرض واحدة، وهالنجاح الضخم لباثان دفع القائمين على صلاة العرض في الهند إنهم يمددوا مواعيد عرض الفيلم حتى عرض منتصف الليل، من بعد ما كان آخر عرض له في الساعة 8 مساء. أما الناقد الهندي الشهير تاران أدراش فكتب على صفحته في تويتر إن الفيلم بلاك بوستر من ناحية قوة النجم، الأسلوب، المناظر، التصوير والأغاني، والأهم هو شاروخان اللي بيعود بقوة للسينما. هذا الفيلم سيحقق نجاح ساحق في 2023، ويمكن هالإشادات بالفيلم إن كان على مستوى الجمهور أو حتى النقاد تكون نهاية الانتقادات اللي طالت شاروخان قبل عرض فيلمه واتهمته بأنه أجرى عمليات تجميل ليصير بالشكل الشبابي اللي ظهر فيه بالفيلم. هذا اللي بتوضحه لنا الناقدة الفنية من شوجا. شاروخ خان believes in reinventing the wheel. He loves reinventing. He loves being innovative, inventive. So here is a man who hit the gym for nearly 2 years and then came up with a body which would rival a 24-year-old. فالتحول المبهر للشكل اللي ظهر فيه مؤخراً شاروخان ببرومو فيلم باثان من مشاهد الأكشن والمجازفات وأيضاً رقصه وحركاته في أغاني الفيلم الخاصة لفت نظر جماهير بوليوود وبالأخص محبي شاروخان. فبعمر 57 شاروخان يبدو أنه أصغر من عمره بكثير، حتى أنه العديد بدأ يشك أنه ممكن يكون لجأ إلى استخدام بعض من الوسائل التجميلية. Stunts, it's got action, it's got songs and it's of course got his well-built body. At 57, and make no mistake, there were several trolls that came saying that, is this all special effects? His body really real? Did he really work out? Is it because of special effects? It's seeming better? Is it more exaggerated, his torso? But there's no denying that without the base, you can't look like that.